السلام عليكم متابعين إيران بالعربية، أهلا بكم برحلة. ناخذكم اليوم برحلة ثلجية لحديقة فردوس بالعاصمة طهران. هذا المكان أثر تذكاري خالد من العهد القاجاريين، وعلى الرغم من البرد تظل أجواء الثلج مبهجة، وإنارة الباهتة في نهاية المكان تزيد من جمال المنظر، وبالأخص صوت المشي على الثلج يكسر حاجز الصمت. امتزاج ألوان فصل الخريف مع اللون الأبيض يخلق منظر بديع ما نقدر نوصفه بالكلمات. نهاية هذا المكان بناية كلاسيكية تتسم بالفخامة، وهذه البناية يرجع تاريخها لأكثر من 2500 سنة. أجواءها مزيج من الإثارة والهدوء، وهذه الأجواء ما راح تتكرر إلا فصل الشتاء، وتترك أثر إيجابي بالنفس.